سمعا وطاعة وندي التحية العسكرية. عايزين تحصين يبقى تحصين، وشغل يا عم بقى مزيكة الاستقرار، وشغل نغمة الانتخابات هتضيع. الاستقرار بيجي من انتخابات سليمة. لما تيجي تقولي ما فيش تحصين، اللجنة اللي بتطور الانتخابات اشتكي منها وإليها. طب اعمل تحصين في نقطتين، اعمل تحصين في استبعاد المرشح من العملية الانتخابية. لما تيجي تستبعد مرشح، من لو استبعدته من حق اروح محكمة اقول انت بتستبعدني ليه. اعمل رقابة قضائية على النتيجة، عشان النتيجة لو تم تزويرها دي مش ضمانة للمرشحين، دي ضمانة للشعب المصري. لكن تعالوا بصوا كمان على القانون. انتوا عارفين ان مرحلة جمع التوكيلات ممنوع على اي مرشح انه يعمل دعاية وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية. الدعاية بتبدأ بعد اعلان الكشوف النهائي، وبالتالي اي مجموعة هتنزل في الشارع هيتم القبض عليها استنادا لقانون التظاهر وقانون التجمهر والباقي انتوا عارفينه. اتنين، عايزنا ننزل الانتخابات، احنا عايزين نتعلم من العيوب اللي كانت في القانون قبل كده. عشان تنزل الانتخابات عشان يفتح لك حساب وتتلقى التبرعات، امتى؟ بعد اعلان الكشوف النهائية. طب بعد اعلان الكشوف النهائية المدة هتبقى قد ايه؟ المدة كلها 18 يوم او 20 يوم. ده انتخابات مركز شباب الحبانية ما بتعملش 20 يوم و 18 يوم، وانت عايزني على مستوى الجمهورية انزل الف 15 محافظة او اكتر واجمع التوكيلات، وانت مانعني من الدعاية ومانعني من اي دعم مادي، وحتى بعد ما لم التوكيلات تقول لي هو 18 يوم. ليه؟ لانهم عايزينها تخلص، وطول الوقت بيتحججوا. اصل النص اللي في الدستور بيقول لازم نعلن 6 شهور، لازم نعلن انتخابات الرئاسيه خلال 6 شهور، انتخابات البرلمان خلال 6 شهور من اقرار الدستور. ده انتم قاعدين بقى اكتر من شهر لحد الباشا ما يقرر هو نازل ولا مش نازل، قاعدين تقولوا لنا القانون بعد 48 ساعه. بقى اكتر من شهر مش عايزين تنزلوا القانون، وبقى اكتر من اسبوع مش عايزين تنزلوا القرار المنظم للانتخابات عشان نعرف بقيه التفاصيل، ولا نعرف ايه اللي هيتفتح وايه اللي ما يتفتحش. دوت اللي بيحصل. 3، انتخابات الرئاسيه السابقه كان فيها نص قانوني بيتيح للمرشحين ان كل مندوب ياخد صوره من محضر الفرز في اللجنه الفرعيه. الانتخابات دي لا، صوره من اللجنه الفرعيه وبعد كده المحاضر دي تتجمع وتدعو فعلا. لا، احنا نعلنكم فقط. القانون اللي فات كانت صوره، لكن تبقى تاخد صوره بعد كده من اللجنه العامه. رقم 4، هو حاطين شرطين كده، في شرط طبعا مش بينطبق عليا ان يبقى مؤهل عالي، وانا بقى ضد الشرط دوت وضد اللي انتوا عملتوه في العمال والفلاحين، وبتوصفوا اي واحد ما خدش فرصه تعليم حقيقيه انه مش كفء لاي حاجه. انتوا اللي بتصنعوا الجهل، وانتوا اللي فسدتوا التعليم لحد النهارده. لكن تعالوا، مش انتوا بتطبقوا النص دوت وقاعدين تقولوه؟ طب ما محمد حسنين هيكل ما هوش مؤهل عالي، ينفع ينزل الانتخابات ولا ما ينفعش؟ يا ريت تردوا على الشعب المصري في السؤال دوت. وزي محمد حسنين هيكل في عمال وفي فلاحين بيفهموا ومعاهم مؤهلات متوسطه وممكن ينزلوا الانتخابات، بس القرار يبقى للشعب المصري زي ما انتوا بتقولوا. رقم 5، حاطط شرط على الصحة ان يبقى غير مريض بمرض بدني او ذهني يعمل ايه؟ يا ريته قال يعوق عن ممارسة مهامه، يؤثر في هو ايه المرض اللي يؤثر والمرض اللي لا يؤثر؟ هو ايه جدول الامراض المهنية عشان لو في طبيب ضرب ليكوا تقرير حتى لو كان هو مجالس طبية متخصصة اقدر انا اقول ان ده ما بيأثرش وما بيعوقش؟ مرض يؤثر ومتساب ايه المرض اللي يؤثر للجنة الطبية اللي هتقول، اللي هي المراكز الطبية المتخصصة. دي الشواهد اللي موجودة لحد هذه اللحظة، ولحد هذه اللحظة ما طلعش القرار الوزارة. وانا عشان كده انا مش بعلن انسحابي من الانتخابات، لا، انا